نشرة الأخبار مع آلاء هاشم. نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إلغاء الحظر كلياً وفتح المطارات أبرز إجراءات اللجنة العليا في أوج أزمة كورونا. دعما للعراق في مواجهته وخشية من عودته، لودريان في بغداد يؤكد داعش عدونا المشترك. الكاظمي يتصدى لعقبات البرلمان ويحسم موعد الانتخابات ويؤكد سنعلنه قريبا. مشاريع محجوبة تفاقم أزمة الكهرباء، مولدات مغيبة في النجف وحجة الفاسدين عدم توفر الكاز. أمانة بغداد تعزز موقعها في الفساد بمشاريع وهمية، مليارات مهدورة في قناة الجيش. أهلا بكم من جديد. البداية من أبرز تطورات الموقف الوبائي، حيث سجلت وزارة الصحة 90 حالة وفاة بفيروس كورونا و2281 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 1695 حالة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي 86148 إصابة والوفيات 3522 حالة وفاة. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أيضا تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في محافظة الأنبار، إضافة إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة من كورونا في المحافظة. في غضون ذلك أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارات عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أبرزها تقليص حظر التجوال ليصبح من 9:30 مساء حتى 6:00 صباحا، إضافة إلى رفع الحظر نهائيا بعد عيد الأضحى المبارك شرط الالتزام بإجراءات الوقاية. وأكدت اللجنة إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية، فضلا عن فتح المطارات بدءا من 23 من الشهر الجاري وفتح منافذ المديرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري، داعية وسائل الإعلام إلى تكثيف حملات التوعية والالتزام التام بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء. أعلنت وزارة الصحة وصول كميات كبيرة من علاج الأكتميرا، مبينة أن العلاج من منشأ عالمي رصين. وأكدت الوزارة توزيع الكميات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، وذلك لغرض صرفها للمرضى المصابين بفيروس كورونا. وحسب توصية الفريق الطبي المتخصص لكل حالة مصابة، إلى ذلك أكدت وزارة الصحة في وقت سابق أن اختبار لقاح ضد كورونا وصل إلى المراحل النهائية وسيوزع على دول العالم فور الانتهاء من ذلك. ما تزال قضية الاعتداء على الكوادر الصحية في مستشفى الفلوجة حديث الشارع الأنباري الذي أجمع على إدانتها، لتأتي نقابة الأطباء وتطالب بحماية الكوادر وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة للجهود التي يبذلها الكادر الطبي للحد من انتشار وباء كورونا. نحن كنقابة نطالب بتأمين وتوفير الحماية الكافية للكوادر الطبية، فحماية الطبيب هو جزء مهم لأجل تقديم خدمة متكاملة، خدمة يستحقها أهل الأنبار وخدمة أيضا تليق بالمحافظة، لكن ضمن أجواء آمنة يستطيع الطبيب من خلالها تقديم هذه الخدمة. بدون هذه الأجواء الآمنة لا يمكن للطبيب أو الكوادر الطبية أن تقدم هذه الخدمة المرجوة، خصوصا مع وجود جائحة كورونا.
استكمالا للمبادرات الإنسانية التي يقوم بها المشروع العربي في العراق، باشر مكتب المشروع في محافظة الأنبار بتوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة في مدينة الرمادي. كوادر المشروع وزعت العشرات من السلات الغذائية على العوائل المحتاجة في منطقتي التأميم وثماني شباط، وذلك للمساهمة في مساعدة هذه العوائل التي تضررت نتيجة الإجراءات الأمنية والصحية المفروضة في المحافظة، فيما أكدت استمرار الحملة لمناطق أخرى في الرمادي وصولا إلى مركز المدينة. وجيه وبدعم مباشر من قيادات المشروع العربي وعلى رأسنا الشيخ خميس الخنجر، باشر مكتب المشروع العربي مكتب الأنبار، واستكمالا طبعا لحملات توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة التي باشر بها المشروع في صلاح الدين وفي الموصل وفي ديالى وفي أكثر المحافظات العراقية. واليوم يقوم مكتب الأنبار بتوزيع هذه السلات الغذائية على العوائل المتعففة وعوائل الأيتام وعوائل ذوي الدخل المحدود. وشمل هذا التوزيع مناطق التأميم ثماني شباط تحديدا، وإن شاء الله يعني ماشيين بهذا التوزيع. والله يعني بين تقريبا 100 إلى 125 سلة. باشرنا اليوم بحي ثماني شباط بالتأميم، وإن شاء الله نكمل المسير في التأميم وفي مركز المدينة في الرمادي إلى الأقضية قضاهيت وعانة امتدادا إلى القائم إن شاء الله، وحتى قطاع الجزيرة إن شاء الله. إلغاء الحظر كلياً وفتح المطارات أبرز إجراءات اللجنة العليا في أوج أزمة كورونا. أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان زيارة إلى بغداد، حيث التقى فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما عقد حوارا معمقا مع نظيره وزير الخارجية فؤاد حسين. وجاء في البيان المشترك بين البلدين أن هذه الزيارة تأتي لمواصلة الحوار بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعربت باريس فيه من خلال وزيرها عن تضامنها الكامل مع بغداد في مواجهة أزمات البلاد. من جانبه أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، مثمنا مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات داعش. وخلال لقاء مشترك أوضح وزير الخارجية فؤاد حسين أنه تطرق مع نظيره الفرنسي إلى مواصلة الجهود الأمنية والعسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن ملف سجناء داعش، ومؤكدا أن المنظمات الفرنسية ستعمل على مساعدة النازحين في المخيمات. إرهابي داعش وتنظيمات داعش لا زالت موجودة كتنظيمات وكفكر، إذن العمل المشترك في هذا المجال في مجال الأمني والعسكري مستمر لمحاربة الإرهابيين. وتطرقنا في هذا الإطار أيضا إلى وضع سجناء داعش وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحالي والمستقبل. وأكد السيد الوزير في مجال دعم العراق على استمرارية دعم فرنسا وحكومة فرنسا في مجال إعادة بناء المدن المدمرة ومساعدة أيضا المنظمات الفرنسية للنازحين الموجودين في مخيمات النازحين. من جانبه كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان عن وجود إشارات مقلقة لعودة داعش في العراق، مشيرا إلى أن زيارته إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات ودعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش الإرهابي. زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات ودعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش. هنالك إشارات مقلقة لعودة التنظيم في العراق، ويجب ألا نتهاون مع عدونا المشترك. تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به،
وفرنسا تسعى دوما إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن في الشرق الأوسط. أعلن جهاز المخابرات تنفيذ عملية نوعية أدت إلى مقتل ما يسمى بوالي بغداد في تنظيم داعش الإرهابي وأحد مساعديه. وذكر الجهاز في بيان مقتضب أنه بعملية خاصة ونوعية تمكن من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد القرطاني ويده الإعلامية ليث جمال المدعو أبو البراء ونائبه عربي الجنسية قتال المهاجر، مضيفا أن الجهاز سبق أن قتل الوالي أحمد عيسى الزاوي ليحل محله المقتول لاحقا عمر القرطاني. في غضون ذلك تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 6 عناصر من تنظيم داعش والقبض على آخرين، وذلك خلال عمليات أمنية متفرقة شارك فيها طيران التحالف الدولي وأيضا إلى جانب القوات الأمنية. الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول أوضح أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي قتل 6 إرهابيين في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، مضيفا أن الجهاز أيضا قبض على عنصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد وثلاثة عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لداعش في منطقة التاجي شمال العاصمة. هذا وألقت القوات الأمنية القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من معاونيه في محافظة نينوى. وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية أوضحت أن مفارزها ألقت القبض على 3 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مضيفا أن أحد الإرهابيين يعمل خبيرا في التفخيخ وتصفيح العجلات أو ما يسمى بهيئة التطوير والتصنيع العسكري، فيما عمل الإرهابيان الآخران في الشرطة والإدارة. هذا وأعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى أعلنت اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى ضبط عدد آخر من مروجي ومتعاطي المخدرات، مؤكدة أن الوضع الأمني في المحافظة جيد جدا. خلال الأيام يعني القليلة الماضية قيام فوج طوارئ الشرطة الثامنة التابعة لقيادة شرطة نينوى، ومن خلال جمع المعلومات الاستخبارية ومن خلال البحث والتحري وكذلك تعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 2 من عناصر داعش الإرهابية، اللي أحدهم كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند، والآخر أيضا كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى المعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليهم في مناطق الهرمات الأولى والثانية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وكذلك قيام فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة الشرطة نينوى من خلال جمع المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين أيضا تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش المكنى أبو رحيل، حيث تم القبض عليه في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. كذلك قيام احنا لا ننسى دور مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة الشرطة نينوى خلال يوم أمس والأيام القليلة الماضية. يوم أمس تمكن من إلقاء القبض على 2 من مروجي وبائعي الحبوب المخدرة، حيث تم القبض عليهم في منطقة موصل جديدة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات. أصيب مواطنون بهجوم مسلح شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، وبحسب مصدر أمني فإن عناصر من داعش شنوا هجوما مسلحا في أطراف قرية أم الحنطة في ريف ناحية جلولاء، أصيب فيه 4 من رعاة الأغنام، مضيفا أن حالات المصابين حرجة للغاية. تبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم أصحاب الكهف تدمير رتل للدعم اللوجستي تابع للجيش الأمريكي في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين. وذكرت الجماعة في بيان لها أنها تؤكد تدمير رتل كبير للدعم اللوجستي مع توابعه من حمايات أمنية أجانب الجنسية في صلاح الدين وفي منطقة مكيشيفة تحديداً.
دعما للعراق في مواجهته وخشية من عودته. لودريان في بغداد يؤكد داعش عدونا المشترك. للمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي. أهلا بك أستاذ تحسين. التحالف الدولي يعلن قبل قليل أن القوات البريطانية تنسحب من معسكر التاجي في بغداد، مع تأكيده على أن الطلعات العسكرية ما زالت مستمرة. ما هي المعلومات التي لديك بخصوص هذه التطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديك الكرام. الحقيقة أنا المتحدث باسم العمليات المشتركة ولست وزارة الدفاع، ولذلك أيضا حسب ما أعلن التحالف الدولي بأنه هناك بعض المدربين والمستشارين سوف ينسحبون من أماكن معينة، وهذا بالتأكيد ضمن اتفاق مبدئي فيما بيننا وبين التحالف الدولي. طيب. ولذلك المتحدث باسم التحالف الدولي الذي أعلن سوف تأتينا المعلومات ونعلم ما مدى الاتفاق أو ما مدى كمية الانسحاب أو آلية الانسحاب. طيب سيد تحسين، قبل أيام تم الإعلان عن انتهاء عملية عسكرية واسعة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية في ديالى. اليوم نسمع عن إلقاء القبض على عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش. كيف يمكن قراءة الأمرين، خصوصا وأن العملية قبل أيام انتهت فقط؟ بالتأكيد سيدتي الكريمة، نحن عندما أنهينا العملية في ديالى وبالحقيقة حالتها الأولى، عندما أعلننا البيان في قيادة العمليات المشتركة بأنه الحالة الأولى أو الوجه الأول من العملية قد أكمل أهدافها ووصلت القوات إلى أهدافها المعينة، هناك أيضا مرحلة ثانية وهناك احتمال مرحلة ثالثة وفي نفس ديالى، ولذلك هناك عمليات ضغط مستمرة على التنظيم الإرهابي في منطقة ديالى. ديالى لها خصوصية، أولا عندما أعلننا العمليات في ديالى نحن واثقون بأنه التنظيم المتجذر أو الإرهابي اللي موجود في ديالى وخصوصا في مناطق لحد الآن في بعض الأحيان القوات الأمنية لم تطئها منذ عام 2003، وهذا يدل على أنه هناك مناطق وعرة، هناك مناطق التنظيم اتخذها ملاذ آمن إليه، ولذلك عملية استمرار الضغط على هذا التنظيم في تلك المنطقة مهم جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إعادة وتوزيع القطعات وإعادة أيضا انتشار القطعات أيضا يأخذ وقت، ولذلك نحن لم ننهي العملية في ديالى وإنما أعلنا انتهاء المرحلة الأولى، هناك مرحلة ثانية وهناك مرحلة ثالثة وهناك عمليات استباقية ونوعية مستمرين في القيام بها. اليوم وكما أعلنا عن طريق التحالف الدولي كانت هناك ضربتين مهمة الحقيقة، واحدة غرب سليمانية في جبال قرح والثانية في منطقة قرشو. الأولى تم تدمير وكر كامل وقتل أحد الدواعش، والثانية قتل أيضا ثلاث دواعش في منطقة قرشو. هذا الضغط المستمر وهذه العمليات المستمرة يولد الحقيقة نوع من خروج هذه التنظيمات من أوكارها. ما قام به جهاز المخابرات يوم أمس من إلقاء القبض على أحد العناصر المهمين اللي يدعى والي بغداد، واللي أيضا ألقينا القبض مع الإعلامي اللي معه، هذا بالتأكيد يعطينا اندفاع ويعطينا معركتنا مع داعش هي معركة إرهابية. نعم، تنظيم داعش يجب أن يقوم بعمليات إرهابية لأنه الحقيقة ليس أمامه أي شيء سوى أن يستمر في القتال أو يقتل أو يسلم نفسه، ولذلك عندما يقوم بهذه العمليات هو محاولة يائسة منه بأنه لا زال موجود ولا زال يؤثر ولا زال يعطي نوع من المعنويات لمقاتليه. من جانب آخر أيضا يريد أن يثبت لنفسه بأنه القوات الأمنية التي قامت بتفتيش ديالى وبالقيام بعملية نوعية كبرى في ديالى وهذا الكم الكبير من القوات الأمنية لم يأتي بشيء، لأنه استطاع اليوم أن يقوم بعمل معين أو عمل إرهابي معين. طيب. وهذا يعني أنه هو موجود. أبدا، هي عملية محاولة يائسة. طيب لواء تحسين، نعم.
لواء تحسين، يعني أنت أشرت إلى رسائل يحاول تنظيم داعش الإرهابي إرسالها بأن أنا موجود، أنا أستطيع رد الهجوم وأستطيع، ما زلت أشكل خطرا على الدولة العراقية. لكن الواقع حسب المعلومات المتوفرة لديك، ما هي قدرة داعش حاليا، خصوصا وأن داعش اليوم قام مثلا بهجوم مسلح أصيب فيه بعض المواطنين بناحية جلولاء في محافظة ديالى؟ إذا ما هي قدرة داعش، ما هو الخطر الحقيقي الذي يشكله داعش حاليا؟ يعني سؤال مهم جدا، ولذلك قدرة داعش، هو داعش أساسا ليست لديه إمكانية وقدرة على إدامة مقاتليه، وعلى أيضا استقطاب مقاتلين جدد، وعلى أيضا الحصول على أسلحة واعتداء من أجل القيام بأعمال إرهابية جديدة. هو قدرته الآن يعتمد على شيئين. الشيء الأول ما بقى من مخلفات للتنظيم الإرهابي في الفترات السابقة، وعن طريق الخلايا النائمة والحواضن التي تأوي هذه الخلايا ويحتفظ فيها في أماكن معينة. النقطة الثانية أيضا يعتمد في عملية جمع إدامة الدعم اللوجستي له والمالي والإداري عن طريق حرب العصابات أو تهديد المواطنين أو القيام بتسليب المواطنين. وهذا أسلوب الحقيقة إحنا نتابعه، وكثيرا ما ألقينا القبض على كثير منهم عن طريق إخبار المواطنين لنا كقوات أمنية. ولذلك هو قدرته الآن محدودة، قدرته لا يستطيع القيام بأي شيء يستطيع أن يغير من المعادلة الأمنية للبلد. أولا نحن من نقوم بالمبادرة. كثير من الأمثلة ضربت لكم من خلال البيانات، من خلال ما تم تقديمه، من خلال ما تم الحقيقة إعلانه عن طريق الضربات الاستباقية، سواء جهاز مكافحة الإرهاب، وكالة الاستخبارات والتحقيقات اللي تابعة لوزارة الداخلية، جهاز الاستخبارات العسكري، جهاز المخابرات الوطني. إذن هذه ضربات استباقية، هذه ضربات في معقل تنظيم داعش الإرهابي. نعم لواء تحسين. نعم. طيب بخصوص المعادلة الأمنية التي أشرت إليها، قوات التحالف هل هي حاضرة ضمن هذه المعادلة، وتحت أي إطار، إطار استخباراتي أم إطار لوجستي فقط؟ نعم، قوات التحالف موجودة، وقوات التحالف تقوم بمهمة الحقيقة مهمة لا تقل أهمية عن المهمات التي تقوم بها القوات الأمنية، اللي هو شيئين. الشيء الأول تقديم الدعم الجوي والضربات الجوية إلى بعض الأهداف اللي إحنا نحتاجها الحقيقة، بنوع معين من الضربات الجوية، بسلاح معين من الضربات الجوية، باستهداف بدقة معينة وبوقت وبلحظة معينة، وهذا شيء مهم لإيقاف إمدادات تنظيم داعش الإرهابي. النقطة الثانية والأهم هو المعلومات وسيل المعلومات الكبير والاستطلاع الجوي الذي تقوم به قوات التحالف الدولية، والذي تمدد به القوات الأمنية العراقية بمعلومات مهمة عن تنظيم داعش. طيب. عن أماكن تواجده، عن طرق إمداده، عن طرق سلوك المقاتلين الإرهابيين باتجاه مناطق معينة، وهذا أيضا شيء مهم جدا. ولذلك نحن نعتقد بأنه دور التحالف الدولي في العمل معنا بشراكة ضد التنظيمات الإرهابية مهم جدا. طيب لواء تحسين، اليوم كان هناك زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان، تحدث فيها مع نظيره العراقي عن الحالة الأمنية للعراق، وأبدى تخوفا من عودة داعش، وقال أن هناك مؤشرات مقلقة لعودة هذا التنظيم الإرهابي. يعني رغم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية، يبدو هذا التخوف الدولي موجود. يعني بالتأكيد ما أعلن عنه الوزير الفرنسي هو بالتأكيد يعتمد على تقارير الخاصة به، ولكن نحن أهل البلد ونحن من نقدر حجم الخطر، ولذلك عمليات مقاتلة التنظيم الإرهابي واستمرارنا بالضغط عليه والقيام بعمليات بين فترة وأخرى، هذا يؤكد بأن التنظيم لا زال بعض خلايا المتجذرة موجود في العراق ويشكل نعم تهديد على العراق. وبالتأكيد نحن نطمح من أن يكون المجتمع الدولي معانا من أجل أن يقاتل هذا التنظيم. هذا التنظيم سحق عسكريا، لا يمتلك إمكانيات عسكرية وأيضا إدارية ولوجستية داخل العراق، ولكن المشكلة هي أنه هناك خلايا، هناك بعض الأسلحة والمخلفات التي بقيت، هناك مناطق نحتاج إلى زيادة في عملية التطهير والمتابعة والملاحقة من أجل الحقيقة القضاء على هذه الأماكن وجعل حدودنا آمنة مستقرة. هناك أيضا عدم استقرار في سواء الجانب السوري أو باتجاه الحدود التركية،
وهذا أيضا ما يقلقنا وينشئ حالة من الحقيقة القلق باتجاه التنظيمات الإرهابية ومحاولة استغلالها. نحن نعلم جيدا بأنه التنظيم الإرهابي يستغل أي شيء، هو استغل جائحة كورونا، هو حاول من خلال هذه الفترة أن يقوم بعدة أعمال للتأثير على الرأي العام وعلى الرأي الحقيقة الأمني داخل البلد، ولكن فشل بهذه المحاولات. الآن يقوم باستغلال نوع آخر من بعد أن ترفع القوانين يعني وخلية الأزمة ويبدأ الشارع بممارسة حياته، يحاول أن يستغل هذا الوضع الآخر ومن أجل أن يقوم بعملية إرهابية معينة للتأثير أيضا على الوضع الأمني للبلد. ولذلك نحن نعتقد بأن هذا التنظيم لا زال يمثل ويشكل خطر علينا، ولذلك من واجبنا أن نتعاون مع المجتمع الدولي، من واجبنا أن نؤمن حدودنا، من واجبنا أن نستمر في الضغط على هذا التنظيم من أجل تأمين سلامة موقفنا وهذا مبرر كوطن وك نعم عفوا على المقاطعة، هذا مبرر أيضا مقنع لاستمرار وجود قوات التحالف الدولي التي أشرت وأكدت من خلال إجابتك أن وجودها مهم في الحرب على داعش. بالتأكيد يعني وجود قوات التحالف الدولي الآن وإعطائنا بعض المعلومات المهمة واستمرارها بالتأكيد هو يشكل أهمية لقواتنا الأمنية، ولكن يبقى القرار الأول والأخير إلى القادة المسؤولين في البلد، وبالتأكيد أيضا تبقى الأمور باتجاه الإطار اللي خطط إليه، وأعتقد أنه هناك من يكون مسؤول أو مسؤول عن هذا القرار أو أيضا إدامة واستمرار هذه القوات أو عدم بقاء. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، أشكرك شكرا جزيلا. أعلنت مديرية الدفاع المدني اندلاع حريق كبير في منطقة المنصور في بغداد دون تسجيل خسائر بشرية، وقالت المديرية إن 15 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل سوبر ماركت جواهر في منطقة المنصور، مبينة أن فرق إنقاذ الدفاع المدني اقتحمت المبنى المشتعل وأخرجت 4 عمال، مؤكدة منع وصول الحريق إلى الدور السكنية المجاورة لمحل الحادث لتفادي أي خسائر بشرية أو اقتصادية. بحسب مصدر أمني التهم حريق كبير في محافظة ذي قار بناية تجارية وسط ساحة الحبوب في مدينة الناصرية، وامتد الحريق إلى خيام الاعتصام. وقالت المصادر إن الحريق الكبير التهم أكثر من 15 خيمة في الساحة، مضيفة أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الساحة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل، ومشيرة إلى أن الحريق اقتصر على الأضرار المادية فقط. في ظل تزايد العنف الأسري في العراق، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال 6 أشهر. وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي سجلت في بغداد والمحافظات بلغت 611 قضية عنف أسري، تضاف إليها النتائج وهي 43 محكوما و345 تم الإفراج عنهم و374 شخصا ما زالوا رهن التحقيق، مشيرة إلى صدور 367 أمرا بالقبض، ومبينة أن الدعوى التي وصلت دون إلقاء القبض هي 3637 اعتداء زوج على زوجته، بينما دعاوى اعتداء الزوجة على الزوج بلغت 453. تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن أسماء الشهداء من المتظاهرين وقوات الأمن والذين قضوا منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في تشرين الماضي، مشيرا إلى أن قتلتهم سيحاسبون، أما عوائل الشهداء فسينالون كل استحقاقاتهم. قل له الشباب الذين انتفضوا أو ثاروا قريبا سوف نعلن قائمة بشهداء ما حصل في العراق من 1 أكتوبر ولحد تشكيل هالحكومة. أعرف بعض عوائل الشهداء التقوا معي وطلبوا حقوق شهادة تثبت أن أبنائهم قد تم قتلهم أو استشهدوا بالدفاع عن كرامة العراقيين. قريبا
سوف نعلن قائمة خلال أسابيع قليلة، أسماء قائمة موحدة لكل الشهداء من المواطنين المدنيين ومن الأجهزة الأمنية حتى يحققوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة. الكاظمي قال أيضا إن حكومته ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، بل هي جسر للسير بالعراق إلى السكة الصحيحة. هذه الحكومة ليست حكومة أزمات، هذه حكومة جسر بين الشعب والكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية. هذه الحكومة انوجدت بوضع طارئ وعليها أن تعمل بكل جد للملمة جروح العراقيين وتتحول إلى خيمة لكل عراقيين. النظام السياسي لا يمكن أن يعيش بدون وجود أحزاب، والنظام السياسي لا يستطيع أن يعمل بدون وجود قضاء، وعليه يجب أن تكون هالحكومة حكومة تعمل على جمع عراقيين بكل أطيافهم، وعليه يجب أن نعمل اليوم سوية لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أمن ومنع الاقتصاد العراقي من الانهيار. وكشف الكاظمي عن قرب إعلان موعد لإجراء الانتخابات، داعيا كل الأطراف المعنية للتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، وذلك عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف. الحكومة يجب أن توفر ظروف طبيعية للتهدئة السياسية عبر تهيئة ظروف طبيعية الانتخابات، وعليه أطلب من المجلس البرلمان الموقر من السيد رئيس الجمهورية أن يسرعوا في قضية المصادقة وتهيئة قانون الانتخابات ودعم وتقوية المفوضية للانتخابات، فالحل بالانتخابات. على الرغم من تعهد الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أنها لم تقم بأي خطوة جدية حتى الآن، الأمر الذي أثار شكوك بعدم جدية الحكومة في إجراء تلك الانتخابات. المزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. على الرغم من كون الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب المتظاهرين، إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتخذ إجراءات جدية حتى الآن في إطار حسم هذا الملف، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول إمكانية خوضها في وقت مبكر أو أن الخلافات السياسية ستحول دون ذلك. المتظاهرون دائما يطالبون بإشراف أممي على عملية إجراء الانتخابات المبكرة، فكما تعلمون السيد رئيس الوزراء الحالي كان يعني تحصيل حاصل بعد أن انسحب وقدم استقالته السيد عادل عبد المهدي، ولم يكن اختيار يعني الشارع العراقي أو المتظاهرين، فهو جاء كحل وسط ما بين اختيار الدولة لعادل عبد المهدي واختيار المتظاهرين إلى شخص من المتظاهرين. لا أعتقد هناك أموال وستؤجل هذه الانتخابات. على الرغم من التعهدات المتكررة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالنسبة إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، إلا أن المعطيات تشير إلى وجود تحديات كثيرة تتعلق بعدم حسم الخلاف بين القوى السياسية حول ملحق القانون الانتخابي الذي يحدد شكل الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد فيها. المحاصصة الطائفية والحزبية أيضا تضرب أطناب هذه المؤسسة حقيقة، وشلت عملياتها، أي فقدت مصداقيتها والمسمى التي تتمتع به وهي النزاهة أو الاستقلالية لا تمتلكها. نحن نعلم أيضا أن وجود المحاصصة مناطقيا وطائفيا ومذهبيا كلها ألقت بظلالها على هذه المؤسسة وأصبحت تعمل حقيقة وفق أجندة الأحزاب. ولأنها تخشى على مستقبلها السياسي، بعض القوى تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا من دون الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، لذلك تعمل على عرقلة إكمال قانون الانتخابات. فراس الدليم، قناة الفلوجة، بغداد. الكاظمي يتصدى لعقبات البرلمان ويحسم موعد الانتخابات ويؤكد سنعلنه قريبا. المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي علي البيدر. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، إذا السيد الكاظمي يعلن بأنه سيحدد موعد الانتخابات
قريبا، لكن من دون الإعلان عن هذا الموعد بشكل محدد. والبعض يقول أن الحكومة لم تجري أي خطوات جدية من أجل القيام بعملية الانتخابات، ما رأيك؟ نعم عزيزتي، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. لا يمكن البت بموعد محدد لإجراء الانتخابات العامة في البلاد لأسباب عديدة، منها يتعلق بأسباب سياسية وحتى أسباب مالية وفنية. فقانون الانتخابات لم ينجز بعد إجراء تعديلات على مسودته الأخيرة، ولم يتم التصويت عليه حتى الآن، إضافة إلى عدم يعني وجود رغبة حقيقية وجادة من قبل الكتل السياسية التي تحاول تأجيل فترة الانتخابات التي أكد رئيس الوزراء على إعلانها قريبا، كونها لم تتصالح مع الشعب إلى حد الآن، وهنالك رفض شعبي يعني مطلق معظم الكتل السياسية، سيما التي اشتركت في حكومة السيد عادل عبد المهدي. هذه الأمور بمجملها سوف تتسبب بتأجيل الانتخابات، أو سوف بالأحرى تجعل السيد الكاظمي يستمر حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية. هذا الأمر يطفو على السطح كلما وجدت الكتل السياسية يعني نفسها في خانة الدفاع عن صحة القول بعد تحجيم يعني نفوذها وتقليم أظافرها عن صح القول من قبل السيد رئيس الوزراء، الذي يحاول يعني فرض خطوات إصلاحية على واقع الحال. صحيح أنها بطيئة لكنها تجري بالاتجاه الصحيح. فكلما كانت هذه الكتل السياسية في موقف ضعيف يعني أججت موضوع الانتخابات وجعلته يطفو على السطح لإحراج السيد رئيس الوزراء، الذي هو كما أكد مرارا عازم على إجراء الانتخابات في ظروف وبيئة ومناخ مناسب لها. نعم، إذن هي رسائل متبادلة إن صح التعبير. إن اعتبرنا أن هذه التصريحات هي رسائل، لكن هناك أيضا من يقول أو يسأل، هل هي رسائل تصميمية أو تهديدية للكتل البرلمانية بأن موعد الانتخابات سيجرى وهذه الانتخابات حاصلة لا محالة، أم أنها رسائل تطمينية أو إلهاء بين قوسين للشعب الذي كانت هذه أبرز مطالبه؟ تقصدين رسائل من قبل السيد الكاظمي؟ نعم نعم نعم، السيد الكاظمي بين الحين والآخر يبعث برسائل بعضها مشفر والبعض الآخر صريح وواضح إلى الكتل السياسية التي يعني تحاول تعكير صفو إجراءاته الإصلاحية، لكن الأمر يتعلق بواقع الحال الذي يعيشه البلاد والجانب المهني في هذا الأمر، أنه نحن الآن نمر في أزمة جائحة كورونا وتبعاتها، فالوضع العام في البلاد غير مستقر حتى وأن كانت هنالك رغبة من قبل الشارع، إضافة إلى كما ذكرت الجانب المالي أو السيولة المالية التي تتطلبها إجراء الانتخابات. لكن وللأمانة كلما كانت مرحلة الانتخابات قريبة من هذا التوقيت سوف يكون الموقف لصالح السيد الكاظمي، إذا كانت لديه رغبة جادة في الترشح أو قيادة قائمة انتخابية على حساب الكتل السياسية كما ذكرت. نعم، ومن هنا أسأل، أكرر السؤال في شقه الثاني، أن إذا كان الواقع صعب لإجراء الانتخابات وسيد الكاظمي يعرف جميع المعطيات وجميع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا يوجد أي خطوة حقيقية من قبل الحكومة للتجهيز لإجراء هذه الانتخابات، إذن هذه الرسائل هل تتفق مع من يقول بأنها قد تكون موجهة للشعب، إلهاء للشعب، تطمين للشعب، أنا سأقوم بالانتخابات لكن على أرض الواقع هذا بعيد؟ أه
يعني هي كانت موجهة كما ذكرت لحضرتك سابقا إلى الكتل السياسية وبشقها الثاني إلى الشعب، بأن يعني السيد الكاظمي ليس لديه رغبة في الاستمرار في قيادة دفة الحكم أو السلطة، خصوصا أنه يواجه عقبات شديدة وعقبات كبيرة ربما قد تتسبب في جعله يعيد حساباته مرارا حتى في حال وجوده في السلطة، وقد يغادرها متى ما وجد الظروف غير مناسبة لاستمراره بذلك. لكن يعني الشعب العراقي لديه رغبة حقيقية باستمرارية عمليات الإصلاح التي يتبناها السيد رئيس الوزراء أكثر من رغبته بإجراء الانتخابات المبكرة. طيب أستاذ علي، إذا اعتبرنا أن السيد الكاظمي فتح عدد من الجبهات، مثلا مسألة المنافذ الحدودية واحدة منها، أيضا مسألة السلاح المنفلت، وإذا اعتبرنا أن إجراء الانتخابات هي جبهة ثالثة أو خطوة ثالثة أو معركة ثالثة يود الكاظمي إجراءها، هل تبدأ تلك الجبهات بمسألة الانتخابات أم تأتي مسألة الانتخابات وقانون الانتخابات مرحلة تالية للأمور السابقة؟ يعني هل تعتقد أنها من الأهمية التي يجب البدء بها ربما لتسهل المعارك الأخرى وحسم المعارك الأخرى؟ حقيقة قانون الانتخابات أمر في غاية الأهمية، سيما أننا شاهدنا الكثير من القوانين السابقة التي فصلت على مقاييس الكتل السياسية ورغباتها وحجمها وشكلها، وهذا الأمر مكنها من إعادة نفسها أكثر من مرة في السلطة وتواجدها بشكل عميق حتى رسخت جذورها داخل العملية السياسية. قانون الانتخابات لا يقل أهمية عن محاربة التنظيمات المسلحة في العراق، لا يقل أهمية عن محاربة الفساد، ولكن هذه الخطوات سوف تعزز من حظوظ السيد الكاظمي. الخطوات الأخرى التي ذكرتها، محاربة الفساد أو التصدي للفصائل التي تشكل خطر على الموارد الاقتصادية كالمنافذ الحدودية، يعني سوف تضيف الكثير من الرصيد إلى حسابات السيد الكاظمي إذا ما رغب بالترشح في الانتخابات المقبلة والشروع بقيادة قائمة وطنية تضم كل العراقيين، وكذلك سوف يعني تجعله أقرب إلى قلوب الجماهير حتى إذا يعني عزف عن الرغبة بالمشاركة في الانتخابات. المحلل السياسي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق، والذي يعد من الملفات المهمة. الكاظمي أشار أثناء لقائه مع وفد من شركة سيمنز الألمانية إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة ملف الكهرباء، لا سيما أن هذا القطاع يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات، مؤكدا دعم الحكومة لكل مشاريع تطوير الطاقة التي تنفذ في العراق. وحول أزمة الكهرباء، أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية المتخصصة بإنتاج الطاقة، أعلنت تقديم حلول آنية لأزمة الكهرباء في العراق. من الممكن أن تزيد الإنتاجية في المحطات إلى 15% خلال 3 أو 4 أسابيع، ومن ضمنها حلول أعمال الصيانة وتطوير المحطات لزيادة الإنتاجية. وأكدت جنرال إلكتريك وجود حلول أخرى مهمة، منها تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 50% دون الحاجة إلى وقود إضافي. وبالنسبة للغاز المصاحب الذي يحرق اليوم، فقد أوضحت إلكتريك أنها تستطيع إنتاج طاقة إضافية منه تسهم في زيادة الإنتاجية، وكذلك بناء شبكة مستقرة تتمكن من سحب الطاقة من المحطات المنتجة وتوزيعها بانتظام
إلى الشعب العراقي. هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط 16 مولدة كهربائية في محافظة النجف تعمل بالديزل لم يتم إدخالها في الخدمة لرفض الشبكة الوطنية منذ عام 2012. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة أن تحقيقاتها الأولية قادت إلى أن المولدات المضبوطة لم يتم إدخالها في الخدمة لرفض الشبكة الوطنية منذ عام 2012، وذلك بحجة عدم توفر مادة الغاز، رغم أن تاريخ شرائها من قبل وزارة الكهرباء يعود إلى العام 2004. كشف قائم مقام مدينة الرمادي إبراهيم العوسج عن أسباب كثرة انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، مؤكدا أن أبرزها وجود جهات في وزارة الكهرباء تعمل على إفشال محطة هيت الحرارية والتي تغذي المدينة بالطاقة. احنا المحافظة الوحيدة اللي ما عندنا محطة توليد، والمحافظة الوحيدة اللي ما عندنا محطة 400. طبعا هذه تراكمات من السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفينات والآن. المحافظة الكوت بيها توليد، الناصرية بيها توليد، العمارة، كل المحافظات عندهم توليد كهرباء، بما معنى ممكن يجهزون نفسهم بنفسهم. احنا المحطة الوحيدة اللي ما عندنا توليد، محطة هيت الحرارية والمركبة، اكو ضغط على افشالها بشكل متعمد من قبل القائمين على وزارة الكهرباء من 2003 الى اليوم. يعني اكو تعمد بان ما يكون بالانبار محطة توليدية، ليش ما اعرف الحقيقة، والا لو كان عندنا على اقل تقدير المحطة بهيت الحرارية اللي تولد على اقل تقدير المركبة اللي تولد 1800 او 1600 ممكن تكفينا احنا كمحافظه، الطاقه الاستيعابيه مالتنا تتجاوز من 750 الى 900 ميجا. هذه المحطه بهيت لو مكتمله اعتقد حسب المعلومات اللي دا اسمعها انه كل موادها موجوده بام قصر. طلب من عندنا كمحافظه، طبعا اكو شخص انا اعتقد انه يسعى لاجل عرقله الموضوع في وزاره الكهرباء. يعد مشروع قناة الجيش شرقي بغداد واحدا من أكبر المشاريع الخدمية التي شهدت عمليات فساد، ولم يرى منها العراقيون أو لم يرى منها العراقيون سوى منظر بائس مصحوب بالروائح الكريهة. لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. قبل 9 سنوات أعلنت أمانة بغداد إحالة مشروع قناة الجيش الشرقي بغداد إلى شركة مصرية بكلفة بلغت 146 مليون دولار ضمن خطة لتطوير العاصمة وإضافة جمالية لها، إلا أن المشروع لم يرى النور إلى غاية الآن. مشروع كان من المؤمل أن يشكل علامة فارقة في ملامح العاصمة بعد سنوات طويلة من الإهمال. هذا المشروع صار لسنين ولحد الان كل شيء ما سووا، يجون بين فتره وفتره يشتغلون فتره شويه وعافوا وطلعوا، يجي المقاول خذ فد شيء وفلت، يعني ما نعرف. والله عمي كله فساد، وهذا كل شيء ما سووا، بس هذا سووا المي وهذا، وهسه كل الريحه والهذي كلها على اهل المناطق. كان هو من اكبر سبقات المساد الفساد، لان مرتين فلشوا هذا الجوانب مال القناه وتركوه لحد الان. بس اريد اعرف شنو دور امانه بغداد، وينهم؟ هذا المشروع لا يختلف كثيرا عن مشاريع أخرى تم الإعلان عنها بعد عام 2003، لكنه كان الأكبر حيث التوقف والسرقات. بحسب متابعين أشاروا أيضا إلى أن المشروع كان فرصة لهدر المال العام. تم التوقف من قبل الشركة، وأصبحت هناك شكاوي ما بين الشركة وأمانة بغداد، أحدهما يلوم الآخر. كانت كلها أسباب من أبواب الفساد بعد أن المسؤولين استحوذوا على المبالغ المطلوبة، الكوميشنات قبضوها وتركوا المقاول لا يستطيع أن يكمل هذا المشروع، فكانت هاي نوع من أنواع هدر الأموال العامة التي ليس لها رقيب. وكان رئيس الوزراء قد كشف فيما سبق عن هدر مالي كبير في مشروع قناة الجيش في وقت طالب متخصصون بتحويلها إلى حزام أخضر حتى لو تم الاعتماد على الحملات التطوعية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. في مبادرة شبابية للمساهمة في إعادة إعمار مدينة الموصل، أعاد متطوعون من أهالي المدينة ترميم مرآب باب الطوب بعد أن تعرض للتدمير إبان تحرير الموصل.
القائمون على المبادرة أكدوا أن هذا المرآب يمثل هوية الموصل ويحمل إرثا تاريخيا كبيرا يجب الاهتمام به في ظل العجز الحكومي لترميم جميع المناطق المدمرة في المدينة، مشيرين إلى أن المتطوعين بذلوا جهودا كبيرة في إعادة المرآب إلى سابق عهده بجهود وصلت لنحو 70% من إجمالي أعمال الترميم. قبل فترة أطلقنا تحدي أو شبه مبادرة لإعادة مرأب باب الطوب بالتزامن مع افتتاح جسر الحرية، لأن أي جهود غير افتتاح باب الطوب الدراج هي عبث في محاولة إعادة هذه المنطقة الحيوية اللي هي قلب مدينة الموصل. رجعت باب السراي ورجع باب جديد وغيرها من الأسواق، لكن بقى هذا المكان اللي له ذكريات بكل أهالي مدينة الموصل عبارة عن خراب. نحن اليوم كشباب في مدينة الموصل أطلقنا عبر منصتنا صفحة ولد نينوى تحدي لمن يريد أن يشارك بإعادة إعمار جراج باب الطوب اللي هو روح الموصل والجزء الأساسي والرئيسي لإعادة الحياة في الجانب الأيمن. نحن كشباب يعني بشكل تطوعي بدينا بالعمل اليوم الثالث للعمل في جراج باب الطوب، وإذا ما يرجع جراج باب الطوب وما ترجع الدوائر الحياة بالموصل القديمة ما ترجع. وصلنا إلى ختام هذه النشرة وتذكير بالعناوين: إلغاء الحظر كليا وفتح المطارات أبرز إجراءات اللجنة العليا في أوج أزمة كورونا. دعما للعراق في مواجهته وخشية من عودته، لودريان في بغداد يؤكد داعش عدونا المشترك. الكاظمي يتصدى لعقبات البرلمان ويحسم موعد الانتخابات ويؤكد سنعلنه قريبا. مشاريع محجوبة تفاقم أزمة الكهرباء، مولدات مغيبة في النجف وحجة الفاسدين عدم توفر الغاز. وأمانة بغداد تعزز موقعها في الفساد بمشاريع وهمية، مليارات مهدورة في قناة الجيش. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة.tv وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.